بعض الناس هدانا الله إياه يدخل على المريض في المستشفى. ماذا يقول للمريض؟ يقول أنت مسكين ولا تستحق هذا، كأن هذا أرحم بهذا المريض من الله سبحانه وتعالى. وقل ما بيدي حيلة، ما لا أستطيع أصنع لك شيئا، كأن يقول له تسخط، اعترض على القضاء والقدر. المسلم لابد إذا دخل على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا بأس، طهور إن شاء الله، لابد أن تصبر، لابد أن تحتسب، هذا خير لأنه من الله سبحانه وتعالى. การเรียนแบบอ้อเรียนอ้อที่มีคือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตลาดแสงอ้อเกี่ยวกับเรื่องของที่สุดใดอะไรบ้าง